فماش قراءة، كنا نشوفه في التيران فماش قراءة، خسرنا واحد شيء، أعطاه كل شيء أما اليوم كتبنا باش هنا نخسر واحد شيء. الكلكم تفهموا الكورة يا أخي، تبارك الله تبارك الله، الكلهم يفهموا الكورة، الكل ما فماش واحد فيكم ما يفهمش الكورة. أنا أعطيتك خطك، أنا مدرب، أنا أعطيتك، أنا أستاذ يسأل وربما هذا أنا أستاذ كورة. نعم أنا أستاذ. نعم لكن الأستاذ قاضي يجاوب على قد السؤال. سألتني قلت لك خسرنا هدف لصفر، سألوني قلت لكم اليوم قدرنا الله باش نخسر واحد في شيء، قدر الله ما شاء فعل. الفار داخل في اللعبة والحكم داخل في اللعبة. لا أنا قلت قبل ماتش بركان نعمل 20 بوان وعملنا 20 بوان، لكن احنا جينا اليوم جينا باش ننتصروا، لكن مناش وحدنا في التيران، احنا ماش باش ننتصروا 36 مباراة، جي مباراة مباريات اللي نكونوا فيها كل منافس ونخسروا. شا اليوم كيف كيف كنا كيف المنافس وخسرنا واحد بشيء، عمل 20 نقطة عملناهم، لكن احنا مناش فرحانين بال 20 نقطة، على خاطر ال 20 نقطة راهي ما تخليكش في البطولة المحترفة المغربية، لازم نعملوا أكثر نقاط. كيفاش يقولوها حافظ التكتم، يلزمني فما حاجات ما يلزمش نقولهم، ما يلزمنيش كل شيء اللي نفكر فيه نقوله. تري امبورطون راهو في حياة المدرب، لازم يتعلم ولازم يتربى، مش كل شيء اللي نفكروا فيه نقولوه، ومش كل شيء اللي نقولوه يلزمنا نفكروا فيه.